صباح الخير من جديد وسعيدين بكل الناس اللي انضموا لمتابعة بقية فقراتنا من حلقة الليلة من صباحات سودانية. وصولا إلى هذه الفقرة أو هذه المساحة اللي حنخصصها للاهتمام بنفسية الطفل وتوثيقه وثقافته عفواً بحسن السلوك في التعامل مع الآخرين. سعيدين أن تكون ضيفتنا من داخل الاستوديو دكتورة نون الكنزي معالج نفسي. صباح الخير عليك. كيف أحوالك بداية؟ تمام الحمد لله. كيف انت كلها؟ الحمد لله تمام. دائما نفسية الطفل بتكون حاجة مهمة شديد، ولو نتعرف عليها وعلى تكوين شخصيته. تمام، احنا عندنا الطفل بتبدأ الشخصية بتاعته بتتكون لحد سن 7 سنين. بعد سن 7 سنين بدأ عامل لي بالسيستم اللي انت كأم نزلت فيه طول العمر ده، طول 7 سنين اللي فاتت دي. الطفل خلال 7 سنين الأولى بيكون تحت موجة اسمها موجة ثيتا. موجة ثيتا دي موجة الخيال. احنا بتاعنا الناس الكبار بنكون في الموجه دي. شفتي الوقت اللي بيجيكي انت بالنايم وصاحيه سامعه كلام الناس اللي بتونسوا جنبك؟ دي الموجه اللي احنا بنقدر نبرمج فيها عقلنا الباطن. طفلك لحد سن 7 سنوات هو في الموجه دي، انت بتقدري تزرعي فيه اي صفه انت عايزها سواء كان بالايجاب او بالسلب. بعد سن 7 سنوات هو هيبدا يتعامل لك بالبرنامج النازل عنده. اذا هو اتعلم الكذب من الوقت ذاك بعد سن 7 سنوات خلاص الموضوع عنده حيتاكد، حيكون ثابت. ايوه، بعد ذاك انت ممكن تعالجيه بطرق ثانيه اللي هي غير البرمجه. طيب كيف الواحد مثلا بيقدر يكون من خلال ال7 سنين دي ممكن نقول شخصيه كويسه للطفل او نفسيه كويسه بالنسبه للطفل؟ اهم حاجه على كل ام انها تكون واعيه تماما للاحتياجات النفسيه للطفل. طيب انا عندي مثلا من سنه لحد سنتين الطفل بيكون عنده احتياج نفسي معين، بيكون في علامات معينه بتدل على انه الاحتياج النفسي ده ناقص. مثلا عندي الاحتياج للمحبه، الطفل بيحب يحس انه محبوب. لما حيكون عنده نقص في الاحتياج ده حتظهر لي علامات معينه عند الطفل. فانا كأم لازم اكون زايده ثقافتي، لازم اكون واعيه لاحتياجات طفلي، لازم اكون واعيه انه ما كل الاطفال واحد. ما عشان انا اخوه الكبير بتعامل كده الصغير ده المفروض يتعامل كده، لا، انا المفروض اكون مدركه انه كل واحد شخصيه مختلفه واسلوب التعامل معه بصوره مختلفه. وارجع اثقف نفسي اهم حاجه. صحيح. طيب جانب الثقافه بالنسبه للام حاجه مهمه جدا، لكن في ممكن نقول اسر بطبيعه الحال الزوجه والزوج بيكونوا بيشتغلوا يعني بيطلعوا من الصباح وكذا، فالطفل بتلاقيه يا اما مع جدته يا اما مع مربيه، ف النقطة دي بتكون سلباً وخصماً على الطفل ونفسياته. أنت بعد ما جيتي من الشغل كم خصصت لطفلك؟ خصصت له ساعة؟ هل الساعة أنت كنت معه بكل وعيك؟ كنت بجد مركزة أنك عايز تكوني معه؟ ولا لا كنت بتتو معه في الواجب بالصوت بيجاي في الحلة وبهناك وبتكلم بالتليفون؟ الحاجة دي هو حيحسها بقى. أنت لما تكوني انترسل للطفل الإحساس بصله أو الاهتمام بصله، لكن إحنا ما ممكن نكون بنعمل في كذا حاجة وضمنها اللي هي بس على أساس اليوم يعدي أو اليوم يخلص. الطفل كده ما حاسس، أنت ممكن تكون قاعدة معه طول اليوم بس ما في اهتمام، فما واصله حاجة. طيب في أطفال برضو، إذا أخذنا أنواع الأطفال، في أطفال عنيدين شديد ويمكن التعامل معهم بيكون صعب جدا، فالأم كيف ممكن تتعامل مع الأطفال ديل؟ ما في طفل عنيد، الطفل ده مش بيجيك ورقة بيضة، انت بترسم اللي عايزاه وبتشكل الشخصيه بالطريقه اللي عايزاه. فانت لما يكون عندك طفل بيعاني من حاجه من سلوك سلبي اللي هو مثلا نقول العناد، حتمسكيه هو بيعاند معي ليه؟ يعني عندك مثلا اطفال من سن 6 سنوات بتبدا عندهم العناد كاثبات شخصيه، لانه ده سمه معينه للمرحله دي. انت لو اوريدي مدركه للحاجات دي حتكوني عارفه انه في العمر ده هو بيعند عشان يثبت شخصيته، فانا بساعده انه يبني الشخصيه دي مش بقعد بجبره. بعدين هو بيعند ليه؟ هل يمكن ما لاقي محبه بحاول يلفت نظري بالحاجه دي؟ او يمكن انا بعامله بطريقه قاسيه فبحاول يتمرد علي ويطلع من سلطتي؟ فانت لازم تفسري اول حاجه العناد ده لشنو؟ والسبب اللي خلاه يعاند شنو؟ ممكن تكون اسباب اكثر من كده بعدها على حسب شخصيه الطفل وعلى حسب طبعه وعلى حسب البيت ذاته. طيب قله الاهتمام بنفسيه الطفل ممكن تكون خطر عليه. ليه تدرجه الاهتمام بالنفسيه حاجه مهمه؟ القلة بتاعت الاهتمام بالطفل بعدين بتنتج ليش؟ ونحن نشوف النتائج. خلينا من الطفل الصغير، شفت الراجل الكبير اللي بيكون ما عنده شخصية؟ والبنت اللي بتكون مهزوز وشخصيتها ضعيفة وما عارفة تنجز حاجة في حياتها؟ دول كلهم كانوا هم صغار ما في اهتمام، هم صغار ما كان في انه انا ما ربيت الطفل ده وبنيت له شخصية. انا ممكن ابني شخصية الطفل بحاجات بسيطة جدا، بحيث انه مثلا انا طلع له لبسة من الدولاب غيارين. طيب عايز تلبس دي ولا دي؟ انا في اللحظة دي اديته سكريت شنو؟ اختار، انت مخير، انا ما جابرك على حاجه. من بعد ذاك لما يكبر حيكون عنده فكره انه اوكي انا بقدر اختار. من انا صغير انا متعود على اني بعرف اختار، فحيكون هو واثق من نفسه،
بينعكس على انه قادر ينجز حياته، سواء انت بعيده عنه او ابوه بعيد عنه لاي سبب من الاسباب او ظرف من الظروف، هو زول يعتمد على نفسه وقادر يثبت وجوده. طيب يمكن برضه في الجانب المهم اللي هو ثقافه التربيه، في امهات كثر بيجهلوا اللي هو جوانب ممكن نقول معينه من خلال المجريات بتاعت الحياه، اللي هو من خلال تربيتهم لاطفالهم، فبعد ذاك ممكن تكون خصما على الطفل ذات نفسه. كيف الواحد ممكن يتعامل معه؟ اول حاجه تعتبري انه الطفل ده امانه ربنا موديك، لانه التربيه دي ما حاجه سهله، كونه انا ربنا اداني طفل دي امانه ان انا اطلع الانسان ده بصوره كويسه وبصوره مثاليه، فلازم انا احاول ازيد ثقافتي في الموضوع، اقرا، ابعد تماما عن فكره احنا زمان ربونا كده، لانه التربيه تختلف طبعاً. حتى المجتمع كان يختلف، المشاكل اللي كان بتواجه الاطفال تختلف، اسلوب التعليم، الاطفال حاليا بيقوا مطلعين اكثر، بقى الواحد عنده في ايده ايباد يقدر يدخل اي حاجه يشوف اي شيء، حتى الجيل ذاته فكرته ونظرته للمواضيع تغيرت، ما نفس احنا اطفال، فانا لازم اكون ترسن شديد للطفل حقي ده واكون واعيه له. عندنا برضو الاطفال اللي بيكونوا في مدارس اعلى من وضعهم الاجتماعي، دي من النقاط المهمه المفروض تتذكر، الام والاب بيكونوا زي ما بيقولوا ربنا يديهم العافيه كاتلين حيلهم وموفرين عشان انا ادخل ولدي اي جي او ادخل مدرسه انترناشونال، يا اما انا اكون معيشه في نفس الوضع الاجتماعي ده، لانه هو طفل لما حيمشي حيلقى الناس دي عايشه الحياه دي هيحس انه احنا مالنا طيب او انا ليه انا داير الحياه في، لا ما حيستوعب ان احنا وفرنا ده للتعليم لانه التعليم مهم، يا اما انا اكون في نفس وضعه الاجتماعي يا اما اكون متابعه معاه واحاول كل مره اساله المدرسه فيها شنو الحاصل شنو، اشتركوا معي في العمليه ان احنا والله الليله حنوفر مصروف البيت عشان نعمل الحاجه الفلانيه، رايك شنو نشتري الحاجه الفلانيه، طيب نبدا نحوشها، فلازم ابدا احمل المسؤوليه واشركه معي في الظرف اللي انا فيه بصوره لطيفه تتناسب مع العمر اللي هو فيه من غير ما اضغطه نفسيا. وده بيشيرني لنقطه اللي هو البيئه المحيطه بالنسبه للطفل، دي مسؤوليه الام والاب، كيف هم بيقدروا يهيئوا لابنهم ممكن نقول محيط مناسب علشان يكون هو يعني ذو خلق جميل او سلوك جميل؟ انا زي ما بقول ما بقدر اتحكم في البيئه، فحقوم انا حاشتغل على نفسي انه انا اكون في البدايه قدوه جيده، انا ما ينفع اقول لولدي ما تكذب وانا بكذب. احنا زي ما قلنا الولد بيتبع اسلوب اطفال سبع اسلوب النمزجه. بنمزج الحاجه اللي قدامه، ما كنت جايب له حاجه من راسه، كله شايفه. فانت لو ما كنتي من ذات نفسك قدوه حسنه للطفل ده، الطفل ما حيطلع حاجه كويسه، ما ينفع انا اقول لي ولدي اتعامل بالراحه، نتكلم بصوت واطي، واحنا بنصرخ في البيت وبنتشاكل وبنتضارب. ما حيتعامل بالاسلوب ده. نعم. غير كذا زي ما قلت لك اكون واعي لطفلي ذاته السلوك ده اذا جايبه من المدرسه ولا جايبه من البيت. ولو في المدرسه انا اكون برضه متابعه معه، في شنو بيحصل له؟ يعني في الاطفال بيكون حاسين من التنمر، التحرش، الحاجات دي كلها، الواحد بيكون ما قادر يتكلم، ليه؟ لان انت من الاول معلمه وانت حتاخذي له حقه. فبيكون حتى فكره انه يصرح بالشعور اللي عنده ما في الحاجه دي. فعشان كذا لازم اكون منتبهه شديد لتفاصيل حياته. على الاقل يكون في نص ساعه ساعه انا بسمع فيها طفلي ده، حتى لو انا مشغوله ما عندي وقت للحاجات دي، ورقه اديه ورقه اقول له اكتب لي الكلام او ارسم لي الحاجه اللي حصلت الليله في المدرسه، بس اجي امر عليها سريع عشان انا اتاكد انه الطفل حقي ده ما حصل له حاجه كعبه، ولو حصلت حاجه كعبه انا يكون بعد ذاك عندي تعديل عليها سريع. زي مثلا عندنا ابسط حاجه الاطفال اللي بيكون حاصل لهم تنمر، احسن حل ان انا اعالج المشكله دي ما همشي معاه المدرسه واتشاكل معه، لا انا المفروض اقوي صوت الطفل من جوا انه هو ما المفروض يتنمر، ما حد يستار ان انت والله زول كويس وما تشتغل به، ما منه فايده، بكره انا حكون معك منو حيدي الستار ده؟ كيف السلوك طيب يكون؟ اول حاجه أنا انمي صوته من نفسه من جوا ان انت زول كويس، اخليه هو يدي نفسه الستار دي، ما يستناني انا اول ميس اول مديره تدي الستار. نعم. عشان يكون هو قادر في اي وقت يحصل له الحاجه، حتى لو هو كبير طوال الابديت ده يطلع عنده، لما زول يسمعوا حاجه ما ياها طوال هو يطلع بالحاجه اللي عنده انه لا انا زول كويس، اقوي صوته اللي انا جواه. ثاني حاجه في رياضات معينه بتخلي الزول قوي، يعني طفل بيحصل له تنمر ممكن يدخلوا الرياضه بتاعت الكاراتيه التايكوندو، الرياضات اللي لها علاقه بالدفاع عن النفس. طفل متنمر او زول عصبي بدخله سباحه، لانه السباحه دي بيكون في تنافس مع منه مع نفسه. ممتاز. طفل هايبر اكتيف بدخله الرياضات اللي عايزه قاعده، تلوين، تركيب، الحاجات اللي محتاجه ان انت تقعد في مكانك. وعلى هذا بشوف الموضوع بتاع طفلي، بدخل بقرا اشوف الرياضه اللي بتتناسب ممكن يفرغ فيها قدراته واطبقها له طوال. طيب دائما بيكون في صراع من المسؤول الام ولا الاب في ثقافه السلوك الطفل؟ المسؤوليه مشتركه، زي ما الام عندها دور الاب في يوم من الايام عنده دور، زي ما طفلك ده محتاج الام من ناحيه الحنان ومحتاج الاب ده من ناحيه بناء شخصيه.
فما في واحد بينفي دور الثاني وما في واحد بيغطي دور الثاني، مع انه والله في امهات كثير ربنا يديمها العافيه واباء كتار بكل ظرف ما هم شايلين الدورين، بس ده ما يمنع انه ضروريه وجود الدور من الاساس، والا كان زي ما بيقولوا ربنا خلقنا بس بام او باب. صحيح، نعم. طيب يمكن التعدد الاطفال بيخلي ممكن نقول غيره او ممكن نقول تغيير سلوك، اذا كان الطفل الاول او الطفل الاكبر ذو شخصيه قويه ولكن الطفل الثاني ممكن تكون شخصيته ضعيفه، والاشكاليات دي دائما بتظهر حتى مع مرور الزمن وبقوا كبار ومسؤولين وكذا، لكن بيظهر ان هما الاثنين من بطن واحده لكن ده شخصيته غير وده شخصيته غير. السبب شنو؟ انت هنا اجبحت احتياجات نفسيه معينه وهنا فطيطيه، ما في حاجه اسمها ده غير وده غير. زي ما قلت لك الاطفال اي بتختلف سماتهم وشخصياتهم، لكن الثقه بالنفس، الاراده، انه زول واثق، الحياه دي كلها انت بتبنيها. لكن انا بقصد لك انه في شخصيه حتكون قويه وفي شخصيه حتكون ضعيفه، ودي افتكر انها حاصله الان في كل البيوت، انه بتلقي مثلا الاخ الاكبر شخصيته ممكن تكون قويه ولكن الاصغر شخصيته ضعيفه، ما بيقدر يتصرف، ما بيقدر مثلا يدافع عن نفسه، ابسط الاشياء ما بيقدر يعملها فبيتكل على اخوه الاكبر. لانك انت عودتي انه الكبير حيعمل لك، وانت عودتي انه الكبير ياخذ قبل الصغير وياخذ اكثر. طبعا الحاجه دي برضه عندنا في البيوت السودانيه كثير، بالذات لما يكون البكر ولد طبعا، يعني ده بيتعامل معامله غير الدنيا. فانت لا، من الاول تكوني عاده، ولو ما طبعا ما يقول لك انت عندنا واحد وكله لا مو واحد استهبلين. فانت لازم تكوني عادله عشان حتى اللي قدام، خليكي من اطفالك ما تخلقي بينهم الحساسيه انه فلان احسن مني، انه اصلا ماما بتحب فلان اكثر مني. فالموضوع ده برضه غلط في التربيه، ان انت المفروض توصلي لاطفالك ده المسج انه انتوا كلكم واحد، حتى الحاجه لما تتقسم في البيت وتتوزع لازم تتوزع بالعدل، ما في حاجه اسمها اكبر اصغر. يكون في زي ما بيقولوا انضباط في التوزيع، يعني طبعا الموضوع احنا كلنا بنعاني منه شديد، ويمكن بعد ذاك لقدام ممكن تحصل مشاكل. أيوة، لكن الله يبعدنا عنها باذن الله. ودارين نصائح بشكل عام لكل ربة منزل ولكل أب جوا البيت، كيف يقدروا يحافظوا على أطفالهم ويزيدوا ثقتهم بنفسهم وتحسين سلوكهم؟ أهم حاجة زي ما قلنا الإطلاع، تكون أنت مستوعب تماماً إنه الطفل ده أمانة في يدك، حيسألك منها ربنا يوم القيامة. ما في حاجة اسمها طفل كذاب، ما في حاجة اسمها طفل بليد. في طفل عنده قدرات معينة في ناحية، طفل عنده قدرات معينة في ناحية تانية، أنت دورك كأبو إنك تكتشف القدرة بتاع طفلك دي هي وين. وما في طفل زي ما بقوله ضعيف، لا، انت ما نميت عنده الاحساس وما نميت عنده القدره. لازم اكون انا مستوعبه للنقص. حاليا يعني انا بتمنى انه اي ام بعد ما تسمع حلقتنا دي تمشي تفتح جوجل تقرا عن الاحتياجات النفسيه للاطفال. يا سلام، تقريبا هي 7 احتياجات، تقرا كل احتياج لما يكون ناقص. طب ممكن نتعرف على بس على السريع 7 احتياجات؟ عندنا الاحتياج للمحبة، عندنا الاحتياج للانتماء، الطفل بيحب يحس انه هو من كوميونتي او من انتماء. دي الحاجه طبعا دائما بقولها، البيت الكبير، بيت الحبوبه اللي فيه الاهل العمات الخالات. عندنا الاحتياج للدعم، عندنا الاحتياج للقبول، انه يحس انه هو طفل مقبول. دي دائما بتجينا في العزله الاجتماعيه، الاطفال بيكونوا منعزلين اجتماعيين بعدين كده نهايه الكلاس يكون حاسين انه هو في البيت ما مقبول. وغير طبعا كذا احتياج محتاجين زي ما نقول وقت طويل عشان الناس تفصله. ثاني من النصائح اللي ممكن نقولها، غير انه الام تتابع الاحتياجات النفسيه للطفل، انها تكون مركزه تماما في المدرسه اللي فيها طفل، لانه احنا حاليا في مدارس بقى فيها اختلاف جنسيات، اختلاف ديانات. لازم تنمي في طفلك في مش انه يدافع عن نفسه، لا، انه برضه ما يتعدى على الناس. فكره انه انت زي ما عندك حاجاتك المقدسه اللي بتحبها، تحترم احتياجات الناس الثانيه وتقديسها، وتكوني متابعه انه ممكن طفلك ده ما يكون مظلوم على فكره، ممكن يكون هو الظالم. تكوني برضه مستوعبه الموضوع ده، في النهايه انت دار تقوي من السلوك، مش عايزه تسيطر على الكون. صحيح، تكوني مستوعبة تماما انه طفلك فيها تصايد، تبدا على اساسه تشتغلي. ممتاز جدا، ان شاء الله يا رب كل الامهات كل الاباء اللي تابعوا حلقتنا اليوم الليله يكونوا استفادوا من الفقره. شكرا لك جزيلا دكتوره نونا الكنزي، معالج نفسي، كنت ضيفه معانا من خلال صباحات سودانيه. شكرا لك. شكرا لك.